انا في الوقت ده شخصيتها قويه. هنطلع بس نشوف تقرير كده راي الناس. أوكي. بسرعه الناس رايها ايه في الموضوع ده ونرجع تاني. مراتك بتعرف تدبر في مصروف البيت ولا بتجري ورا العروض؟ لا دي خرباني والله. خرباني في المصاريف بصراحة يعني ما بتدبرش خالص. بنجري ورا العروض طبعا عشان نوفر. ما هي العروض دي توفير للبيت، لأن عندي صيدلة وعندي تربية وعندي ثانوية عامة وعندي 4 سنين، لازم أجري ورا العروض طبعا. فلما تلاقي عروض على السلع الأساسية في سلاسل مختلفة بتنقي أفضل العروض وأرخصها عشان تقدر توفر لمصروف البيت وتقدر بالدخل تمشي البيت كويس. بحب الحاجة اللي عليها عروض وبجري عليها. يعني بتبقى يعني لو حاجة معروفة ومنتج اسمه معروف بحب ان انا اجري ورا العرض تبعه. العروض اللي هي اللي شغالة اليومين دول يعني لا انا بجريش ورا عروض. مش عارفة يعني لو حاجة عجبتني ممكن اشتريها، حاجة مع كده لو لازمة قوي يعني ضرورية. يعني مثلا 3 حاجات بثمن الحاجة فبجيب ال3 حاجات حتى لو الصلاحية فاضل عليها اسبوع. في عروض بتلفت بس بتكون الواحد محتاجها اصلا يعني عايزها، انما ناخدها كده عشان اخدها اركنها كده عشان عرض لا. لا ما بتجريش ورا العروض، انا اللي بجري ورا العروض. ما يعني انا بحب الشوبينج وكده وهي بتجيب اللي البيت محتاجه بس. لا ده انا استاذه ما تقلقيش. يعني مثلا انا لما بلاقي الحاجه عليها كوزيون وبكون سعرها انا عارفه في كل حته الاول انه غالي بروح جايبها على طول، بس اكون عايزاها لو مش عايزاها ما بجيبهاش. لا بعرف ادبر لانه ساعات العروض كلها مش حقيقيه، ساعات بتكون حاجات وهميه، فانا ببقى فاهمه يعني انا بحكم ان انا ست بيت ومدمنه شوبينج زي ما بيقولوا، فعارفه السعر قبل الخصم وبعد الخصم كان كام. انا لقيت في عروض في كارفور والامبارح رحت جبت اللي انا عايزاه كله واللي مش عايزاه هجيب. انت عارفه الستات بتوع مصر كيفين شراء، بحب الشراء.